كنت أسألك عن رسائل هنية من كلمته اليوم التي قال أن رد حركة حماس كان وجاء متوافقا مع خطة بايدن واقتراح بايدن وأيضا حتى قرار مجلس الأمن الدولي. يعني سألتني لمن موجهة هذه الرسائل، هو وجه أكثر من رسالة لأكثر من طرف. الطرف الأساسي هو الولايات المتحدة التي يعني كرر وزير خارجيتها في جولته الأخيرة عندما زار المنطقة أن قال أن حماس لم تعطي رأيا إيجابيا، وقال أن حماس رفضت الخطة وطالب الدول العربية التي زارها من أجل الضغط على حماس للموافقة على الخطة. هذه هي الرسالة الأولى التي يريد أن يقول أن الأمريكان يكذبون ويغيرون الوقائع ويحاولون تقريب المواقف لكي تكون منسجمة مع اللاءات الإسرائيلية. يعني يقول ذلك وهو لم يحصل حتى اللحظة على أي جهة إسرائيلية تريد صفقة أو تقول نعم للصفقة. هذه هي الرسالة الأساسية. يعني هل يتوقع هنية مقترحا جديدا من الولايات المتحدة مثلا أو من الوسطاء أو من إسرائيل؟ يعني هذا الباب من المفترض أن أغلق بعد قرار مجلس الأمن. يعني لم يعد هناك يعني قدرة على اختراع وابتداع حلول أخرى. قرار مجلس الأمن أجمل المقترح كاملا وأصبح قرارا لمجلس الأمن أعلى هيئة دولية، وبالتالي لا داعي لمقترحات جديدة. القضية التي تحتاج هي بحث ما هي إمكانات التعديلات والكومبرومايز والتسويات التي قد تجري على المقترح، لكن في نهاية المطاف لم يعد هناك حاجة. إذا إسرائيل لم توافق إلى هذه اللحظة، وفقط الجانب الفلسطيني قال نعم ولكن، أي حماس، وأبدأ وجهة نظره وبعض التعديلات. في المقابل إسرائيل لم تعطي إلى اللحظة كلمة نعم للصفقة، فلذلك من هنا جاء كلام هنية ليكذب الجانب الأمريكي وليفضح الجانب الإسرائيلي. طيب لماذا تأخرت برأيك إسرائيل، أو بالأحرى ما الوقت أو اللحظة التي تنتظر فيها أن تعلن وتقول أنا مستعدة لأي اتفاق أو أي صفقة الآن؟ يعني كان يعول نتنياهو على أن تكون رفح كما تعلمين هي ورقته الرابحة، ولكن للأسف ما حصل بالنسبة له، طبعا للأسف ما حصل كان كارثة. يعني قضية تفجير ناقلة النمر بالأمس وقتل 8 جنود كانت عبارة عن كارثة حقيقية. حتى هو لأول مرة يخرج إلى الإعلام ويقول أن القلب قد انفطر، يعني بدأ يكتب شعرا بالحزن والألم الذي يعيشه هو وكل المجتمع الإسرائيلي. إذا كان يعول على رفح، رفح لم تأتي له بجديد، بل بالعكس جاءت له بمصائب كبرى، ولذلك هو الآن في حالة إفلاس كاملة، يحاول أن يغطي نفسه بعمليات بالضفة الغربية تارة، في القصف الجوي العشوائي لقتل المدنيين والتعويض عن الفشل العسكري بقتل مزيد من المدنيين. هذه هي التكتيكات التي يعتمدها نتنياهو ويعتمدها جيش الاحتلال. طيب مقتل 11 جنديا، يعني 18 في المدرعة واثنان اخران في مدينة رفح ايضا، يعني هذه العملية التي أدت إلى مقتل 18 جنديا إلى أي مدى؟ 3 آخرين على ما أعتقد. المهم هذه العملية التي أفطرت قلب الإسرائيليين إلى أي مدى أدحضت تلك التقارير التي كانت تتحدث عن الجيش أن العملية العسكرية في رفح قد تستمر لأسبوعين فقط أو تنتهي بعد أسبوعين؟ يعني هو في مأزق، قد يكون هذا مخرج. يعني قصة الأسبوعين، السقف الزمني هذا المحدد الصغير، الفترة الزمنية البسيطة قد تكون مخرج، ولكن هو يغرق الآن في رفح. هو الآن لا يستطيع أن يخرج إلا بصورة نصر محددة على الأقل. يعني الذي حققه في مخيم انصيرات، وهو أيضا مسألة لم تكن نصرا كاملا ولا صورة نصر عظيمة كما حاول الإعلام الإسرائيلي بتوجيهات من الشباك لإبرازها، وللعلم إلى اليوم هم يبرزون هذا الموضوع باعتباره انتصارا كبيرا. على أي حال
هو لم يخرج إلى الآن بصورة مصر ليخرج من رفح. الصورة التي بثتها كتائب القسام للمدرع النمر وهي تجر على يعني شاحنة أو جرافة إلى خارج رفح، صورة لن تغيب عن أذهان الناس. هذه تظهر الفشل الذريع الذي وصل إليه جيش الاحتلال، والفشل الكبير سياسيا لنتنياهو باستغلال ورقة رفح لإطالة أمد الحرب. إذا اليوم بالاستديوهات بإسرائيل اليوم وبالأمس يقولون ماذا يفعل جنودنا في رفح، ماذا حققوا، ولماذا يستمرون في القتال ويقاتلون من؟ هذه أسئلة صعبة يجب أن يخرج هو ليجيب عليها، لا يستطيع أن يجيب. لذلك عندما رصد جنود رثاهم بأكاذيب وقام بدمج الأكاذيب من السابع من أكتوبر عندما قال، أو بالثامن من أكتوبر عندما قال عن الجثث التي حرقت والاغتصاب وقطع رؤوس الأطفال إلى آخره، إذن هو لم يعد حتى لديه خطاب يخاطب به الشارع الإسرائيلي بعد هذا التراكم من الفشل. بضغط من المنظمات الإنسانية أعلن الجيش صباح هذا اليوم عن هدنة تكتيكية فقط تشمل طريق صلاح الدين لمرور المساعدات الإنسانية الغذائية فقط، وبعد ذلك خرج مرة أخرى وأعلن ونفى ذلك. يعني ما الذي نفهمه من ذلك؟ هذا يدلل على شيئين أساسيين. أولاً الإرباك الكبير في مؤسسة الحكم برمتها، سواء كانت على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. ثانيا هذا يدلل على أن لا توجد خطوط تفاهم بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. الجيش الذي أعلن عن الهدن الإنسانية أو الساعات التي سيكون بها هدن لمرور المساعدات، صار على المستوى السياسي وتحديدا بن كفير إلى شتم من أخذ هذا القرار، وقال يجب أن يعزل على الفور، رغم أن الذي أخذ هذا القرار هو هرزي عليه في قائد الأركان، رئيس الأركان. إذن هناك تخبط كبير، وهذا دليل آخر على أن مؤسسة الحكم لم تعد قادرة على فهم ما يجري بالميدان وتتخبط وعاجزة عن أخذ أي قرار. وهناك أيضا تناقضات بين المؤسسة العسكرية وأيضا الحكومة الإسرائيلية، يعني كما تفيد مراسلتنا بأن عن قناة 13 الإسرائيلية قالت إن نتنياهو في جلسة الحكومة انتقد الجيش قائلا نحن دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة، كما قال أيضا للقضاء على القدرات العسكرية لحماس اتخذت قرارات لم تكن مقبولة دوما على المستوى العسكري. جاءت هذه التصريحات كما ذكرنا بعد نفي الجيش وأيضا هيئة البث الإسرائيلية على تلك الهدنة التي تحدثوا عنها صباح اليوم، لأن ربما الجيش لم يعد في قرار هدنة مؤقتة تكتيكية، لم يعد بقراره هذا إلى الحكومة والأوساط السياسية. يعني هذه التناقضات أو ربما هذا الخلاف بين المؤسسة العسكرية والحكومة، كيف سيكون أثره على العدوان الإسرائيلي على غزة؟ دعيني بداية أن أشير إلى النقطة أنه بالأساس المؤسسة العسكرية هي التي تتحمل العبء الأكبر لأنها بالميدان، ولأن المؤسسة العسكرية تدرك مدى الترهل والضعف الذي بات يعني يعتري جسمها، وعدم قدرة هذه المؤسسة على الاستمرار في هذه الحرب، وأن الجنود الذين يأخذون إجازات كما تعلمين يذهبون ويتمردون، لا يريدون العودة مرة أخرى إلى الميدان وينتحرون أيضا ينتحرون أو يذهبون إلى المصحات النفسية. والأهم أن هيرزي هاليفي نفسه قال نحن بحاجة إلى أعداد تزيد عن 50,000 مقاتل، من أين يأتي بهم؟ يعني هناك مأزق. لذلك المؤسسة العسكرية تقول يعني كلمتها فنيا أنا لا أستطيع أن أستمر، لكن نتنياهو حساباته مختلفة، حساباته أن هذه الحرب يجب أن تستمر بأي طريقة من الطرق من أجل أن أبقى أنا رئيسا للوزراء، ومن أجل أن يبقى الائتلاف الحكومي الذي يحكم الآن مستمرا وب 46 عضوا أو يعني عضو كنيست لتبقى الحكومة. إذن هو
يعني يدير المسألة بحسابات سياسية مختلفة تماماً عن الحسابات العسكرية. المؤسسة العسكرية، جيش الاحتلال الذي كان يسمي نفسه الأكثر أخلاقية بالعالم، هو الآن الأكثر انحطاطاً بالعالم، هذه صورته. وأيضاً الذي كان يعتبر الجيش الأقوى في الشرق الأوسط ولربما على مستوى العالم، الآن هو يهزم عملياً، يعني بمعنى أنه يتلقى ضربات عسكرية لا يتوقعها. يعني لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أن الميركابا تدمر، أن عربة النمر تدمر ويحرق من بها. صحيح، وكان يعني يعتمد على جزء من هذه أو من هذا هذه الجنود في التي هي في رفح الآن، ويذهب بها إلى الجبهة الشمالية. يعني هل يستطيع أحد أن يصدق أن جيش يتعثر بهذه الطريقة في قطاع غزة يستطيع أن يذهب إلى جنوب لبنان ويواجه حزب الله الذي يملك قدرات عسكرية مهولة قياسا بقدرات حماس؟ صحيح. ولذلك هم مترددون، يعني هم يدركون أن أخذ قرار باتجاه الحرب مع جنوب لبنان مع قوى الرضوان التابعة لحزب الله هي عبارة عن عملية انتحار. هكذا قال، لست أنا الذي أقول، أيهود براك الذي قال هذا، الذي انسحب من لبنان عام 2000 كما تذكرين، وهناك هو الذي حارب حزب الله ويدرك معنى قوة حزب الله. إذن هم بدأوا ليسوا يعني لا يتخبطون بالقرارات، يتخبطون حتى في التفكير. هناك حالة جنون تنتاب هذه الدولة من كبيرها إلى صغيرها، هناك حالة انهيار مثلما قال ما يسمونه نبي الغضب إسحاق بريك، قال نحن في حالة انهيار. أشكرك جزيل الشكر رجاء طلب، الكاتب والباحث السياسي، على كل هذه القراءة والتفاصيل. كنت معنا من عمان.